بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة هتكلم عن معلومة مهمة في برنامج الأوتوكاد. النهاردة هتكلم عن الدايمنشن ستايل. أنا جات لي رسمة ورسمة دي فيها دايمنشن بالشكل ده، وأنا عايزة أكمل الدايمنشن في الرسمة دي، فهاجي أقول له دايمنشن كده أهو بالشكل ده كده، تمام. هلاقي ايه؟ هلاقي ان الستايل اللي مرسوم بيه الدايمنشن اللي انا عملته لسه دلوقتي مختلف عن اللي اتعمل قبل كده في الرسمه. عندي طريقتين عشان اغير الستايل بتاع الدايمنشن اللي انا عاملاه. هاجي اقول له ام اي اللي هي اختصار ماتش بروبرتيز، وده اول طريقه، وهاجي اختار دايمنشن اللي انا عايزه اعمل زيه اهو الستايل بتاعه، وادوس على الدايمنشن اللي انا عاملاه، اتغير زي ما احنا شايفين كده. نفس الكلام هنا هعمله بالشكل ده كده، يبقى انا كده قدرت ان انا اغيره بسهوله. طيب الطريقه الثانيه انا هقول له اندو، ان انا ادوس على الدايمنشن من هنا شايفين بالشكل ده كده، واجي اقول له بروبرتيز بي ار بالشكل ده، فتحها لي زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا في دايم ستايل، هنيجي عند ستاندرد هنا اللي هو معمول بيه، وادوس كده هيظهر لي سهم هفتحه، وهاجي اختار الدايمنشن. انا لو وقفت على كل واحد فيهم هيديني اهو شكله، انا اهو الشكل بتاع الدايمنشن بتاعتي اسمه تيست، لو الدايمنشن ستايل بدوس عليه كده. نفس الكلام لو انا جيت على ده اهو برضو ستاندرد، هاجي ادوس كده واقول له تيست، يبقى انا كده قدرت اغيره بدون ان انا اغير الاعدادات بتاعت الدايمنشن الجديد. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.